أحسن الله إليكم. يقول السائل: أملك محلا تجاريا ولدي عمال يعملون لدي في المحل، ونظرا لعدم الأمن على البضاعة وصعوبة إدخالها كلها داخل المحل في كل مرة لإغلاق المحل، فإني عندما أسمع النداء للصلاة أذهب لأصلي مع الجماعة في المسجد، ثم بعد عودتي يذهب العمال بدورهم لأداء الصلاة فرادى، فما حكم هذا العمل؟ وهل علي إثم إذا لم أوفر الظروف المناسبة للعمال ليؤدوا الصلاة مع الجماعة؟ هذا يختلف باختلاف البلدان، فإذا كان البلد بلد أمن مثل هذا البلد ولله الحمد، الناس يتركون بضائعهم يروحون يصلون ويأتون وبضائعهم في محلها، لأن الأمن متوفر ولله الحمد، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أنه يحرس البضائع. البضائع ولله الحمد في أمن، كل الناس يقبلون على الصلاة ويتركون دكاكينهم وبسطاتهم آمنة ما عليها خطر. أما في البلاد الأخرى التي لا يتوفر فيها الأمن فلا بأس أن يبقى عند البضائع من يحرسها، ويصلون في مكانهم، يصلون في مكانهم إذا كان مكانهم يصلح للصلاة، وإن كان لا يصلح للصلاة إذا جاء من يمسك البضائع عنهم ويحرسها يذهبون ويصلونهم جماعة، ما يصلون فرادى، يصلون جماعة.